مشاهدة كرام، الجولة الثانية من مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب البحريني. تابعنا الشوط أول، ربع أول والثاني، كان تفوق من جانب المنتخب البحريني الذي أنهى النتيجة 30-27. إذا الربع الثالث، الشوط الثاني، سي محمد الزوحي محلق الأثير الرياضية، أكيد يعني الآن فروض كيف نقولون ما نزيدوش نتعطلوا في الدخول في أجواء المقابلة. الآن فروض يعني المنتخب الوطني يحكم السيطرة ديالو، يقلل من الأخطاء ويكون هو اللي متقدم ويرجع في النتيجة. لحد الساعة جوج اللاعبين اللي شفناهم داخلين في المقابلة وهو اللاعب مقصود اللاعب كوردو. فرصة المنتخب البحريني كتمشي العناصر الوطنية الآن. يلا في أول هجمة إن شاء الله تكون ناجحة. هذا زكريا المصباحي، مصباحي استقبال بالجديد، الاعتماد على سفيان كورتو كالعادة، لاعب اللي قدم مستويات جيدة في هذه البطولة، وكذلك حتى قدر نقولوا كيبقى نقطة ضوء بالنسبة للمنتخب الوطني. متابعة خطأ، خطأ كان ضد على اللاعب ديال المنتخب الوطني، ما عرفتش حكم يمكن بيري. إذا بالفعل خطأ لفائدة المنتخب البحريني. إذا نشوفوا العملية الآن من جانب اللاعب أحمد حسن الدراسي، لاعب مهاري، لاعب عنده إمكانيات جيدة في منتخب البحريني. كترجع المنتخب الوطني، مصطفى الخلفي مشات لزكريا المصباحي، بداية جيدة، بداية جيدة، جوج ديال النقاط، الفارق الآن النقطة 30-29. هذا اللي تحدثت عليه سي الزوحي في الشوط الاول، يعني كل ما كان دور دفاعي جيد من جانب العناصر ديال المنتخب الوطني غتعطيك فرصه انك تهاجم وتقلب على النقاط. بطبيعه الحال فالا بيان الدفاع، بيان فالا استقبال يلا بشكل سريع. عبد الرحيم نجاح، هذه ترانسفورمي زكريا المصباحي، المصباحي كيتقدم ينتظر المسانده، خطأ على خطأ المنتخب لفائدة المنتخب الوطني. كوردو ممكن يدوز الباساج هذاك، شدو بيدي ديال يعني كرا روح رياضية كبيرة تميز هاد المباراة. خصنا نستغلوا دائما اللعب على كوردو، لان شوف القامه ديالو بارابور القامه ديال المدافع كتكونيس ما كاينش. حتى نقدروا نقولوا بانه نقطه التحول سي زحزوحي هو الخروج ديال مالكوم كونيس انطوني وايت، يعني هو اللي كان خلق لنا مشاكل بشكل كبير في خصوصا في الربع الاول. شوف سرنا ناجحه 32-29. برافو نجاح، برافو نجاح، برافو نجاح، برافو نجاح. يعني لحسن الحظ انه يعني تقاتل في هذه الكره باش 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 استقبلها، وخلفي غامر فيها لانه دار لي لونغ باس. مي برافو النجاح عبد الرحيم نجاح. 32-31 الفريق ديال النقطه، الفريق ديال النقطه. اولا بالجديد ضايعه، يلا علي وضعت الكرة المنتخب البحريني، تكون فرصة للعناصر الوطنية. خطأ لصالحنا، يا فين فوت افون ديال اسمع قالوا احنا ما نلعبوش هنا يعني اكيد كانت فوت. الحديث مع ميرسي ميرسي وي وي لبسه جميله. شوف 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 هذه فرصه، برافو 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 بيا كوردو بيا. المنتخب الوطني تلعبات بطريقه جيده، هذا مصطفى الخلفي. الان اصبحت النتيجه 33-32، اول مره المنتخب الوطني كيتقدم في النتيجه، اول مره. لا هذا جميله، لا 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 كتسجلوا 34-33 الفريق ديال النقطة. بشكل سريع يعود المنتخب البحريني. زكريا المصباحي مشات كوردو، كوردو كالعادة، كوردو كالعادة، متألق متألق كوردو، برافو، لاعب بإمكانيات هائلة، تطلطو القامة كيساعدو بشكل كبير. المنطقة له كيفرض حضوره المنتخب البحريني. شوفنا نقطتين إضافيتين، يعني في الوقت اللي كتكون العودة ديال المنتخب الوطني، منتخب البحريني كيسجل سلة بالنقطتين، 36-35. خصنا ما نخليوش هاد الفرصة باش نبقاو غاديين معاهم باني باني، ولا بدا ما خصنا نديرو 1-6-0. إذا الكرة
العناصر الوطنيه خطا بالشديد، نفس الاخطاء كتكرر. شوف لا رده فعل حتى ديال البوزيدي غير راضي على هاد الاخطاء المتكرره، يعني هذه الاخطاء المجانيه. ما ما عندهمش لي زانتيريور، ما عندهمش لي ان بيفو طويل القامه، خصنا نستغلوا لو جو انتيريور. كيف قلنا الخروج ديال مالكوم انطوني، انطوني وايت اللاعب الامريكي، اكيد هو امريكي لكن جنسيه بحريني، يلعب منتخب بحريني، لاعب ديال الاهلي البحريني، فقدر نقولوا الخروج ديالو هو اللي بان لهم نفس العناصر الوطنيه. انا كانت دائما كتقلب كيفاش توقف هذا اللاعب هذا، يلا للاسف رشحات المنتخب البحريني. يجب غلق الممرات، يجب الضغط، يجب استثمار هذه الكره. قيام بدور دفاعي كل شيء. شوف الفجوه، شوف الفجوه، شوف الفجوه. لحسن الحظ ضايعه متابعه، ما عرف. لا خطا، خطا ديال النجاح، خطا ديال النجاح، كاين خطا ديال النجاح. وحنا محظوظين، راه كان غيسجلها. 36-35 فريق ديال اللقطة، الربع الثالث أيها السادة والسيدات. مباراة نذكر المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب البحريني، ثلاثة ديال الانتصارات السابقة، سيكون الانتصار الرابع على التوالي للمنتخب الوطني. أكيد هي الأماني والتطلعات والانتظارات من جانب عشاق كرة السلة الوطنية. أي 39-35 يجب الرد بشكل سريع. يلا فرصة، فرصة صعود، كمل كمل، برافو برافو، بيان 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 من مصطفى الخلفي. مصطفى الخلفي بيان، لاعب الجيش الملكي، يعني اكيد في بعض فترات المفروض يكون هذا الاسلوب، الاسلوب المباشر في اتجاه السلة. هنا في الديفونس ما كانش ديك الدوبل ريدو ديرير، انت هو داز على الشعاع، ما كانش شي واحد اللي غادي يجي يدير ليه كونتر. هاشم سرحان اللاعب ديال الاهلي البحريني هو اللي لعب الكره الاخيره، تحصل على خطا لفائده المنتخب البحريني، لاعب رقم 15. ضائعه، حسن الحظ، حسن حظنا وسوء حظه. شوفوا الربيه التاليه، المراكز الناجحه اصبحت نتيجه 40 مقابل 37، فريق ديال 3 ديال النقاط، ماشي فريق كبير، لكن ما يسجل له البدايه ديال هذا الربع الثالث، فكاين هناك اشارات في التحسن لاداء المنتخب الوطني. كوردو هذا شو عاد دخل، كان واحد ديفونس تماك تحت سميتو، كان يخرج الكره اليكستيريور بور ان تير اوفير، ان تير. هادو هما الكرات اللي كنضيعوا اللي خصنا نسجلوهم. حسن الحظ، الكرة كتمشي لفائدة المنتخب الوطني خارج الملعب بشكل سريع، اعتماد على مباغتة العناصر ديال المنتخب البحريني. يلا فرصة، يلا يا مصطفى الخلفي، شوفوا التعامل مع هذه الكره، ان شاء الله توصل لاشحه. لا خطا، خطا لصالحنا، خطا لصالحنا، خطا لصالح، لصالح كردو. عمليه الدفع واضحه، اشاره بجانب الحكم. هي الكره ضاعت، كونتر اتاك 4-3، يتاخر فرصة لتدارك الموقف بجانب لاعب ديال المنتخب البحريني. شوف جميلة، يلا لاباس، استقبال تمريرة بالخلفي جيدة، لكن زكريا المصباحي ما كانش موفق، تصرف اللقطة الأخيرة. شوف هنا كان خاصهم الرونفيرسومون بار ديريير ويمشي أوندريب. سعيد البوسيدي ما غيهداش له البال في هذه المقابلة بطبيعة الحال، راه لحد الساعة كيعرف مقابلة في المتناول، مقابلة منتخب البحريني ماشي بديك القوة اللي تقدر تخليه انه يفوز على منتخب الوطن. داك الديكليك باقي ما جاش. بالفعل هذه ضائع. خطا مصطفى الخلفي. خطا مصطفى الخلفي. ربع.
بحال حنا اللي لعبنا البارح دو برولونغاسيون ماشي الفريق البحريني. هذه ربما فتحوا بها قوس كيدا السي سحزوحي بانه هذا هو المشكل، ماشي نقولوا غادي اللاعب المغربي لكن للاسف انه يعني عموما تكلموا على العقليه ديال كمل بعض اللاعبين. برافو الحريش، كتربح ثلاثه، برافو الحريش كتربح ثلاثه ديال المباريات كانك صافي سكساله البطوله. لا بالعكس، يعني يجب عدم استصغار الخصم ودائما يبقى نفس الدرجه ديال التركيز تكون عاليه. الاستعداد سواء ضد المنتخب البحريني الاماراتي يكون بنفس الطريقه اللي استعدينا بها المباريات السابقه. برافو الحريشي. اذا المنتخب الوطني المغربي تعادل 40 مقابل 40. شوفوا الان محاوله من جانب المنتخب البحريني. صافي بيان الدفاع برافو الدفاع. ضيق عليه الخناق عبد الرحيم نجح. نجاح هو اللي لعب كره، هو اللي كان له الفضل في الكره الاخيره انها مشات خارج الملعب. يعني الدور الدفاعي مهم بالنسبه للمنتخب الوطني. حديث باش الحكام على ذاك الحكام، كاين هناك تمثيليه بالنسبه للتحكيم المغربي في البطوله. الحكم بالخضر مدينه التصويره سي محمد بالخضر. التصويره اللي كتبقى بدون تعشق كره السله حتى النخاع، لانه ما نساوش الصويره تاريخ اللي هي تاريخ كيف قلتي، ودائما كانت مدينه الصويره مدينه ديال كره السله. لذلك قلت بانه كل ما كان هناك يعني فرق قويه، كل ما كان العدد كبير ديال الفرق الوطنيه كيعطيك فريق قوي، كيعطيك منتخب قوي، وكيعطيك كذلك المتابعه ديال الجمهور. لانه يعني كنستحضروا مكناس، كنستحضروا فاس، كنستحضروا سلا الان، الجيش الملكي، الصويره، يعني مجموعه من الفرق اللي عندها والمدن اللي عندها شعبيه ديال كره السله. 42 مقابل 40 الفريق ديال جوج نقاط، المنتخب الوطني متقدم ثاني مره كيتقدم في هذه المباراه. نتمنى يواصل هذه. شوف 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 حسن الحظ، بداو كيضيعوا مزيان مزيان. شوف حسن الحظ انه كانت متابعه من جانب العناصر الوطنيه، بداو كيضيعوا التمريرات. هما كيف قلت الجو ديالهم تيرامي ديستانس، بداو كيضيعوا دابا داك لو تير ديالهم. حنا خصنا نستغلوا الريكوبيراسيون روبون ديفونسيف. هما عبد العالي الحريشي ديال الوداد الرياضي عندهم 5 فوت دابا مزيان. فهمتي الحريشي دخل في هذا الربع الثالث مزيان. السلة الأولى من جانب الحريشي هي غير موفق. واللاعب أنطوني باقي في البونتوتوش، واقيلا راه تصاب، يمكن ما غاديش يرجع في التمرين. لاباس. اذا 43 مقابل 40، 43 اول مره المنتخب الوطني كيتقدم فريق ثلاثه ديال النقاط. اذا خرجنا بواحد 6 بوان 8 بوان في هذا الكارتون هذا مزيان. تبلوا ذلك. الكرة كتمشي للمنتخب البحريني. شوفوا التعامل مع الكرة بجانب اللاعب ديال المنتخب البحريني. يجب عدم ترك الفجوة، يجب التغطية. شوفنا إرباك الحسابات، إرباك الحسابات، إرباك الحسابات اللي ضاعت مزيان مزيان في المنتخب الوطني. شوية يعني السرعة في الدور الدفاعي. برافو كوردو، برافو كوردو، برافو جميله من كوردو، برافو كوردو، برافو كوردو. 45 مقابل 40 هذا اللي خص يكون، هذا اللي خص يكون الطريقه باش بعدا رد المدافع موراه ما خلاش يجي ولا يجي يدير انترسيبسيون. الطريقه باش خلاه موراه هي اللي خلات باش يسجل. كترجع المنتخب الوطني الان. خطا برافو، برافو الحريشي، برافو الحريشي. جوج رميات حره. البوزيدي منين رد الحريشي الفريق الوطني رجع لذاك لا فيتيس ديالو وديك لانتونسيتي اللي كتخص. وقت مستقطع. كوردو خمسة ديال النقاط دابا مع كوردو والحريشي وعادي المقصود اللي هما اللي داخلين في هذه المقابلة. كنظهر تكون واحد الإضافة، واحد الامتياز غيكون في هذا الربع الثالث وكذلك في الربع الرابع.
تحيت بين الحكام وكذلك ابتسامه اكيد اللي عندها اكثر من الدلاله فيما يخص الحكام ديال هذا المباراه. اكيد هناك اشياء في الكواليس كتبان لهم اشياء اللي ربما تخلي انه يتابعوا بعض اللقطات الطريفه وما الى ذلك. عموما فنقدروا نقولوا التحكيم مقبول بالنسبه لا مقبول لا مقبول كاين شيء الخطأ ديال النجاح هنا النجاح ديال ليكرون ديال بلوكاج. برافو كوردو في هذه العمليه هذه. اللاعب اللي تهنينا منه ياك سي الزوحي لعب رقم 13 وي كان خالقنا متاعب مالكوم انطوني وايت هنا تقريبا واخا نجاح كان كيدافع عليه وكنعرفوا القوه نجاح في الدفاع ولكن سجل تقريبا واحد على الاقل واحد 12 نقطه على نجاح. اذا عناصر الوطنيه ستستانف تفاصيل هذا الربع الثالث متقدمه ب 45 مقابل 40 وعندنا الفرصه باش ندوزوا ان شاء الله ل 47 جوج ضربات روح حره عند الحريش. حديث حكم وشوحة سلام على شيحة. برافو برافو عبد العالي الحريشي لاعب الوداد الرياضي السنة الثانية ناجحة كذلك. كذلك يتقدم منتخب وطني الصرب 47 مقابل أول مرة الفريق ديال سبعه ديال النقاط يعني الان بدات الثقه تعود للعناصر الوطنيه. شوفوا العمليه ديال الان بجانب المنتخب البحريني. اي خطا 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 هديه كان بجانب لاعب منتخب الوطني اكيد يعني التدخل على مستوى الوجه ديال لاعب منتخب البحريني قدم الاعتذار لاعب هذه المقصوده امام لاعب حسن السرحان لاعب الاهلي البحريني. هو كيعتذر غير مقصوده غير مقصوده من اللاعب هذه المقصود. ما عندهم فتحنا على مجموعه 5 فوت لاباس رضيع الاولى سجل الثانية 47 41 فرق ديال الستة ديال النقاط الآن 11 نقطة عند البحرين و10 نقاط عندنا حنايا. هذا الربع الثالث نجح يلا فرصة برافو برافو لاباس برافو لاباس حريشي الذكية كانت من جانب اللاعب والتموضع ديال الشعاع بالفعل التموضع ديال الشعاع كان في محل محله 49 41 يطلب من الشعاع انه يرجع يسد ديك الركلة. برافو برافو تغطية جيدة برافو برافو بيان شعاع بيان كونتر اتاك نقطة طيبة 51 41 تحررنا شوية صافي فريق ديال 10 ديال النقاط هذا هو المنتخب اللي تظلنا نشوفوه في هذه المباراه وهذا هو الاداء اللي كنا كنتمنى يعني نقدروا نقولوا عناصر الوطنيه بدات كتدخل في اجواء المباراه. هذه ضريعه يلا هذه فرصه برافو الشعاع يلا فرصه 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 اي اي دوماج لانه مع البوزر برافو الحريشي برافو الشعاع 51 41 برافو الدراري. ماذا يمكن ان يقال سي الزحزوحي بخصوص هذا الربع الثالث؟ وهدا دخول اللاعب الحريشي عطى واحد لو ريتم شويه طالع للفريق الوطني ومني كيكون عندك اللاعب شعاع واللاعب مقصود حيت الشعاع دوك لي جوور كرون توتال عنده تا هو واحد لا فيتيس وكيكون ديجا في وسط الراكيت. كذلك التموضع ديال كورتو دائما كيكون موجود في المنطقه ديال لو بيفو هو اللي خلانا باش في هذا الربع الثالث نكونوا حنا ممتازين ومنتصرين ولحد الساعه 10 ديال النقاط غادي يمكننا نحتفظوا عليها. والقوه اللي كانت عند الفريق البحريني راه كنعرفوا باللاعب انطوني دونك ملي خرج اللاعب انطوني ما بقاش هما بلوك يلعبوا على الاكستيريور
ولا ريسيوت اللي كانت عندهم تقريبا في الشوط الاول راه ما شفناش في هذا الربع الثالث. وصلنا انه كان منتخب البحريني يعني نسبه نجاح الكرات اللي كيلعبها من خارج القوس كانت جيده، خصوصا من جانب يعني اللاعب احمد حسن الدراسي لاعب المحرقه البحريني. مباريات اخرى فيما يخص هذا الربع الثالث، ننتظر انطلاقه الربع الرابع. ما هي الخطه التي يعدها سليمان رمضان لتضييق الخناق على المنتخب الوطني، وماذا يقول سعيد البوسيدي في ذلك؟ سنتابع احسن الربع هو هذا في الربع الرابع، لانه سجلنا 24 نقطة مقابل 11 عند الفريق ديال البحريني. أول مرة لينا لا مويان ديالنا حنا ما بين 18 حتى 20، وعكس ما وقع في هذه المقابلة يلا سجلنا 11 نقطة في الربع الأول، 16 في الربع الثاني، دابا 24. هذا هو النيفو اللي خصو يكون من مويان دو 20 مزيانة. والدفاع كذلك كانوا البحريني سجلوا 18 ومن بعد 12 في الربع الثاني، هذا الربع الثالث كان هنا الدفاع وتا هما كانت عندهم لا ريشي تا مي ديستانس، داكشي باش سجلوا غير 11 نقطة. علي الحريشي شوعة كوردو منتخب الوطني يبحث لإضافة تأكيد نقاط أخرى، تشيل نقاط أخرى. تابعوا تولع بشكل شبيل، برافو عادي بشكل شبيل، برافو عادي مقصود من طرف عادي المقصود، برافو عادي دارها فريمون نيفو دي كرون جوار. 53-41 أين اختفى المنتخب البحريني؟ البحريني اختفى لأن هذا الخماسي هذا كان في المستوى. شوف يجب استغلال هذا الفرصة. مابقاش عندهم لا ريشيت. الحريشي كيلعب كرة، نشوفوا كيفاش غيتم التعامل مع نجاح. نجاح من جديد لكوردو، تمريرة من شوعة لفائدة الحريشي ضايعة. ما تبالغش. المنتخب استعراض عضلات بهذه الطريقة يجب أن يكون للحسن الحظ، لحسن الحظ لو كترجع المنتخب الوطني. عبد العالي الحريشي. عبد العالي الحريشي شوعة كوردو. برافو برافو كوردو، برافو برافو كوردو، برافو الحريشي. الحريشي يسجل نقطتين، الحريشي الدخول ديالو يعني نقولوا بانه عطى عطى اضافه المنتخب الوطني. 55-41 هذه بحرينيه. لا ضيع ضيع ديالو ضيع، يعني تتكرر في هذا الشوط التالي. برافو الحريشي، برافو يعني المنتخب البحريني اللي كنا شفنا منه كان اكثر تركيز في الكرات من خارج القوس، الان ثلاثه الاربعه ديال الكرات اللي شفنا بشكل خاطئ. ريسيت ما بقاتش عندهم، وحنا ولات عندنا بوكو بليس دانتونسيتي دو فيتاس، اللي خلات نطلعوا الريتم بدخول بطبيعه الحال لاعب الحريشي ومع مقصود مع الشعاع مع نجاح مع كوردو. يلا يلا ان شاء الله تكون جميله. ثلاثه ديال النقاط، جبيلة ثلاثة ديال النقاط من عادل مقصود، يقصد دائما السلة بشكل ناجح ويتمكن من تسجيل سلة ناجحة لفائدة المنتخب الوطني. بدا الفريق يتسع، بدات الثقة اكيد كتدخل اكيد العناصر الوطنية في امل انه دائما نشوفوا المزيد من اللقاط. ذكر ايها السادة والسيدات دائما معكم في هذا النقل التلفزي المباشر، مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب البحريني، النتيجة المسجلة 58-41. اكيد لقاءات اللي كتتابعوها مباشره على قناتكم الرياضيه من خلالها غنحاولوا القربوا للمشاهد الكريم فيما يخص اكيد المستوى ديال المنتخب الوطني. رهانات جديده لكره السله الوطنيه على مستوى اكيد المنتخب الوطني للظهور بصوره مشرفه، استعدادا اكيد لاستحقاقات كذلك المقبله التصفيات الافريقيه اللي غتكون قويه جدا. آه. 58-41 لا دابا صافي مشينا ان شاء الله هاد لو 5 هذا اللي وظف المدرب البوزيدي، عطى ان ريتم الفي وما كانوش لي بيردو بال، وكانت لا ريوسيت لا ليكستيريور لا الانتيريور، كثير شيء الانتيريور دو فاني فرق ديال 17 نقطة، لان كيف قلت لك ما عندهمش لي بيفو، دونك خصنا بوكو بليس لعبوا الانتيريور. كاع اللي سجلنا في هذا الربع، هذا الربع الثالث كلهم تقريبا من في الربع الثالث والابتداء في هذا الربع الرابع كلهم في تحت الباني. كذلك ملي خرجنا اللاعب شوعة ولا هو في البوست 3 روبوندر، التموضع ديالو في محله.
ديفونس دو زون دابا رجعنا ديفونس دو زون 2 1 2 انا هنا ما متفقش لا ما متفقش رجع ديفونس دو زون 58 44 هما الثلاثيه الاولى شوعة هذه القصود حاول يقصد الشبكة بكرة وكانت شوى فقط سلة غير ناشحة وحاول لفلة المنتخب البحريني الآن ويسجل السلة تراجع تراجع في اللحظات يجب التركيز خرجنا كوردو دخلنا كولينز جيدة جيدة بيان كولينز جون والتر ويلكنز لاعب ديال شباب الريف الحسيبي يتمكن من تسجيل سلة ناجحة لفائدة المنتخب الوطني تصبح النتيجة 46 مقابل 60 ما خليوش انتقال المنتخب البحريني لو كل ما بدك يسجل نقاط بهذه الطريقه كل ما غتخلي بيان 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 سهله سهله برافو سهله برافو 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 سهله من عادل مقصود اختار الطريقه السهله ريكوبيراسيون دو لابال الحريشي مقصود سي سكيلفو هذه ريبيتيسيون ديال كونتر اتاك في زونترينمون ديرو ستيل مقابل 46 حول المنتخب البحريني السله ناجحه ثاني سله في ثانيه احنا رجعنا ديفونس دو زون ديرو ستيل مقابل 49 شعاع يختار الطريقه اوه جميله 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 من محمد شعاع كنت كنظن هاي ماركي مطروب يسجل بهذه الطريقه برافو لاعب الجمعيه السنويه يتمكن بالإضافة ثلاث نقاط 65-49 هذه من الكرات اللي تزيد تعطي انتقال العناصر الوطنية شوفوا لا يا 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 هو كيجاوبنا ردة الفعل بشكل سريع ردة الفعل كتجي بشكل سريع من طرف اللاعب أحمد إسماعيل لاعب رقم 8 لاعب من اللاعبين الجيدين منتخب البحريني فرصة المنتخب الوطني لكن للأسف ترتد تعود شعاع حاول يقوم باسترجاع الكرة من جديد نفس اللاعب اللي سجل الثلاثية الأخيرة لاعب أحمد إسماعيل إسماعيل كيمر الكرة مستوى الجهة اليسرى شوفوا الآن التعامل معها من جانب اللاعبين ديال المنتخب البحريني فرصة يعني بوحدو خلاله الفرصة كوليس خلاله الفرصة بالفعل ودار الخطأ أون بليس كيتمكن من التسجيل أتونسيون أتونسيون راه السجلة دي دي بوان باقا 5 مينوت أحمد أكبر نجف لا ريشيت اللي غابت على الفريق البحريني قبل دابا بدات كترجع في هذا الربع الاخير 65-54 كان الفريق ديال 17 نقطة 17 نقطة الآن تقلص لأن منين دخلوا هذا اللاعب هذا ولا في ولاو كيلعبوا شوية في لو جو انتيريور وداروا واحد 3 تيرا مي ديستونس حنا مي رجعنا في ديفونس دو زون خروج ديال عبد الرحيم نجاح كنظن كوردو رجع للميدان اذا السله غير موفقه زين من جديد فادت العناصر الوطنيه حريشي كبر شعاع شعاع وسط الميدان كوردو في البطاقه برافو 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 راباس شوف شوف غير موفق لا كونيس اش دار تلعبات بطريقه جميله لكن اللمسه الاخيره غابت اللمسه الاخيره غابت للاسف اقول للاسف كاين والو ما كاين والو علاش غادي يغوتوا كاينه 11 بوان كاينه 11 بوان ضيع الكره كولينز للاسف فهمتي لا ما طيحوش بياج كان كان خص تسجل هو غادي يصفر وحده ما كيغوتوا على الخطا اللي لصالح كولينز ولكن سي با غراف بون احنا متقدمين ما نخليوش متقدمين ونقولوا اول خطا دار ممكن الحكم ها هو احنا خدينا فو تكنيك فو تكنيك بوسيسيون دو لابال وعاد الاستفاده نو نو 65 55 الفريق ديال 10 ديال اللقاءات 4 ديال الدقائق 53 تاليه
التغطية. بيان بيان ديفونس بشكل جيد. شباب مشاريع لاعبي ديال البول المنتخب الوطني بيا كوردو دوماج كوردو يتحصل الخطا كان يطلع حلاوه كره السله مع تسجيل اكيد ضربه حره كاين هناك ربيتين حرتين في فريق المنتخب الوطني اذا ربيه اولى ناجحه برافو صوفيا كوردو التالية كذلك وي. برافو 67 مقابل 55 لبس حسن الحظ لبس وسمعنا وسمعنا سعيد البوزيدي كيتحدث مع شعاع باش يقوم بالتغطية الجيدة في الكرة الأخيرة لو خلى الفجوة ومن خلالها كان قريب للمنتخب البحريني سجل سلة برافو عادي تدخل بقوه هنا وقف فوالا كتوقف فوالا كيجمع ليبرا ديالو خلاه هو يدفعو هذه المقصود علي اداء هذا اللاعب اداء يستحق عليه كل التقدير هذاك مقصود كوردو كان حتى بقيه اللاعبين يعني غير هناك اسماء اللي كان اللي صراحه كيبرزوا بالفعل اليوم بان كوردو الحيو جميع اللاعبين على الاداء اللي مقدمين بدون استثناء هذه المقابله كنوجدوا الحريشي كنوجدوا كوردو كنوجدوا مقصود وهذا الشوط الثاني بدا كيبان الشعاع شوف حكام طير خطا لفائده منتخب البحرين بوز بوان 3 مينوت 49 عند الجيري بالفعل الان يجب يعني مناقشة دقائق المقبلة الوقت المتبقي بشكل يكون ذكي من جانب اللاعبين ديال المنتخب شعاع استقبال يلا هذه فرصة لإضافة سلة إن شاء الله تكون لفائدة المنتخب الوطني كوردو خرج حاصل برافو يلا شي سلة فيها ثلاثة ديال النقاط شوف الآن شعاع